السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب التعليم المدمج المستوى الثاني، تنسيق مع جامعة عين شمس، في مادة إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية، الفصل الدراسي الثاني، مع المحاضرة الأولى في المادة ومحدثكم الدكتور زكي محمود صقر. في مادة إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية هنتناول مجموعة من الموضوعات، وبيشاركني في تدريس المادة دكتورة أمل حميد. في الموضوع الأولاني حديث مع حضراتكم عن البداية لإدارة الموارد البشرية. أن نعرف في البداية أن الإنسان هو المورد الحقيقي لأي منظمة أعمال، العنصر البشري هو العنصر الحاسم لأي منظمة، وبالتالي يجب الاهتمام بالعنصر البشري لأن من خلاله بيتم تحقيق أهداف المنظمة. هناك مجموعة من المناهج المختلفة لإدارة الأفراد أو لإدارة الموارد البشرية. مجموعة المناهج المختلفة لإدارة الموارد البشرية، أول منهج فيها هو المنهج الميكانيكي. المنهج الميكانيكي بيعتمد على نظرته للعنصر البشري كسلعة أو كعنصر من عناصر الإنتاج. بيمتد المنهج الميكانيكي أساسا إلى نظرية الإدارة العلمية أو مدرسة الإدارة العلمية في الإدارة، حيث ينظر لعنصر العمل على أنه عنصر من باقي عناصر الإنتاج زي الأرض ورأس المال، وبالتالي يجب الاستفادة من العنصر البشري بأقصى استفادة ممكنة من خلال تشغيله أكبر وقت ممكن بأقل تكلفة ممكنة بأقل أجر ممكن. هذا المنهج شابه العديد من الانتقادات نظرا لنظرته الآلية للعنصر البشري أو الميكانيكية، وبالتالي ظهرت النقابات العمالية. المنهج الثاني لإدارة الموارد البشرية وهو منهج العلاقات الإنسانية أو ما يطلق عليه المنهج الأبوي. المنهج الأبوي بيرتبط ظهوره بتجارب مصانع هاوثورن أو العالم ألتون مايو في الإدارة، حيث ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري واعتبار العامل بمثابة ابن للمنظمة، اعتبار القائد أو المدير المسؤول، مراعاة احتياجات ورغبات العاملين والنظر إليهم نظرة الأبناء. المنهج الثالث من تطور العنصر البشري كان منهج التعاقد أو منهج الوقود، وهو منهج يدمج بين المنهجين السابقين، منهج الميكانيكي ومنهج الأبوي. يراعي في نفس الوقت اهتمامات كلا الطرفين، مصلحة المنظمة ومصلحة العاملين داخل المنظمة. عدم اعتبار الأفراد مجرد قطع غيار أو آلات داخل المنظمة، وفي نفس الوقت الاهتمام بعملية الإنتاج والحفاظ والحرص على مصالح العاملين. منهج الرابع وهو منهج الإدارة بينظر إلى إدارة الأفراد كوظيفة من أحد الوظائف الأساسية داخل المنظمة، حيث أن مسؤولية كل مدير ممارسة وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. منهج النظم وهو المنهج الخامس في هذه المناهج بينظر لإدارة الموارد البشرية أو إدارة الأفراد كنظام فرعي داخل المنظمة كنظام أكبر أو كنظام كلي. النظام الأكبر هو نظام المنظمة ككل، بيتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية. من ضمن هذه الفرعية نظام الإنتاج، نظام التسويق، نظام التمويل، وأيضا نظام الموارد البشرية. ويجب أن تتكامل هذه الأنظمة مع بعضها البعض لتحقيق أهداف المنظمة. المنهج السادس منهج الإيجابية أو المبادئة. أن إدارة الموارد البشرية بإمكانها أن ترفع من مستوى مساهمتها للعاملين والممولين ككل من خلال المبادئة أو توقع المشاكل أو التحديات والعمل على تجنبها من خلال المبادرة بمواجهة هذه المشاكل وهذه الصعوبات التي قد تواجه المنظمة مستقبلا. منهج الموارد البشري وهو أفضل أو أحدث هذه الموارد هو المنهج الذي يهتم أكثر بالاهتمام بالبشر، احتياجاتهم، رغباتهم، الحرص على كرامة العنصر البشري، احتياجات العنصر البشري، وهيتم الحديث عن المنهج البشري في أكثر من
عنصر بعد ذلك. الأسس المتبعة في إدارة الموارد البشرية، هناك عديد من الأسس يجب مراعاتها في إدارة الموارد البشرية. من هذه الأسس ضرورة وضع مستوى عادل للأجور، تحديد عدد ساعات العمل، تحديد نظام العمل، الاعتراف بقيمة الفرد أو بقيمة العامل أو الموظف، احترام الموظف والحرص على احترام الموظف بنفسه، المعاملة الإنسانية للموظف، الحرص على اقتناع العاملين بمستويات الأجور بالظروف المحيطة، تزويد العاملين بالمعلومات والإجراءات المرتبطة بإدارة العنصر البشري. تعريف الشامل لإدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية إدارة من ضمن الإدارات الأساسية داخل المنظمة مثل باقي الإدارات، وبالتالي فإن التعريف الشامل لها هي الإدارة المسؤولة عن توفير العناصر البشرية التي تعتبر من أهم العوامل على الإطلاق داخل المنظمة. من أهم العوامل لأن هذه العوامل أو العنصر البشري بيعتمد عليه كافة الإدارات داخل المنظمة، إدارة التسويق، إدارة التأمين، إدارة المشتريات، إدارة المخازن، نظم المعلومات، غيره، كله بيعتمد أساسا على عنصر بشري. بيرتبط كفاءة أي إدارة من هذه الإدارات على كفاءة استغلال أو كفاءة الحصول على العنصر البشري. البشر ليسوا كالآلات أو المعدات، هم أفراد أو عناصر لها أحاسيسها، لها آمالها، لها مشاعرها، لها طموحها، لها تطلعاتها، لها اتجاهاتها، وبالتالي يجب الحرص على هذه العناصر داخل المنظمة. يبقى تناولنا أكثر من موضوع سريع كده داخل مدخل لإدارة الموارد البشرية، المناهج المختلفة لإدارة الموارد البشرية، قلنا المنهج الميكانيكي، وانتهينا بمنهج الموارد البشرية باعتباره هو الأصل والأساس وهو كل شيء في باقي الإدارات داخل المنظمة، والأسس المتبعة في إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والاعتراف بقيمة الفرد واقتناع العاملين بالظروف المحيطة وتزويد العاملين بالبيانات والمعلومات، والتعريف الشامل لإدارة الموارد البشرية. ننتقل إلى الأهداف الرئيسية لإدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية في ثلاث أهداف أساسية لها. الهدف الأولاني تحقيق كفاءة الإنتاج، يعني تسعى إلى زيادة الإنتاج سواء بالكمية أو بالجودة إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي زيادة الأرباح. هذا الهدف قد يكون مرتبط أكثر بالمنهج الميكانيكي أو بيأتي على حساب النواحي الإنسانية للعاملين، ينظر للإنسان على أنه آلة في مكان الشغل. وبالتالي بيأتي الهدف الثاني عكسه تماما، وهو العمل على تحقيق سعادة الفرد، أي زيادة درجة رضاء الفرد عن العمل، تحسين علاقات العاملين بالإدارة، تحسين علاقات العاملين ببعضهم البعض، استخدام الأساليب الإنسانية في التعامل مع العاملين. يبقى تحقيق كفاءة الإنتاج، زيادة الإنتاج حيث الكمية والجودة دون اهتمام بالنواحي الإنسانية. العمل على تحقيق سعادة الفرد، الاهتمام بالنواحي الإنسانية دون الاهتمام بكفاءة الإنتاج. الهدف الثالث وهو هدف يدمج بين كلا الهدفين، هو تحقيق التوازن بين كلا الهدفين السابقين. يعني الهدف الأصلي للموارد البشرية تحقيق كفاءة الإنتاج والحرص على تحقيق سعادة الفرد، التوازن بين كلا الهدفين. وهنا نقول أنه من الصعب تحقيق التوازن بين كلا الهدفين حيث يوجد بينهما تعارض، ولكن كفاءة إدارة الموارد البشرية يجب عليها أن تحرص على كلا الهدفين بقدر متوازن، بقدر ما نحرص على زيادة مستوى الإنتاج بالكمية والجودة لزيادة الأرباح، علينا أن نسعى إلى الحرص على سعادة الأفراد الموجودين داخل الإنسان. بنبدأ الحوار في هذه أهم المتغيرات التي فرضت تطبيق منهج إدارة الموارد البشرية. هناك العديد من المتغيرات التي ظهرت وأثرت على ظهور هذا المفهوم وضرورة الاهتمام به. من أهم هذه المتغيرات الانخفاض المستمر للإنتاجية وانخفاض إنتاجية الفرد، وبالتالي كان من الضروري البحث عن أسباب هذا الانخفاض والسعي وراءه ووضع الحلول المناسبة لذلك.
زيادة المتعاملين والحاصلين على شهادات عليا في قوة العمل الفنية والأخصائيين. مشكلة بتواجه معظم الشركات ومعظم المنظمات أن العاملين وخاصة الفنيين حصلوا على شهادات عليا أو درجات عليا من الشهادات، وبالتالي يسعى لتوفيق أوضاعه والعمل الإداري، والشركة في حاجة إليه في الأعمال الفنية، وهنا يبرز دور إدارة الموارد البشرية في مواجهة هذه التغيرات. التغير الكبير من العمالة اليدوية إلى العمالة الآلية أو العمالة التي تعتمد على قدرات ذهنية أكثر. هذا اقترب ظهور الثورة الصناعية وظهور الآلات وظهور الحاسبات، وهذا أحد المتغيرات الأساسية المؤثرة على إدارة الموارد البشرية. الاتجاه المتغير لدى المجتمع باعتبار العمل حق للجميع، لمواجهة البطالة، لتخفيف الحدة البطالة الموجودة داخل المجتمع. الاتجاه المتزايد للمعرفة والتدريب في قوة العمل المتخصصة وتأثير ذلك على المنظمات، أحد الأشياء الأساسية المطلوبة في إدارة الموارد البشرية، والتي أثرت تعتبر أحد المتغيرات المؤثرة على منهج إدارة الموارد البشرية. فكرة سريعة عن المفاهيم الأساسية أو وظائف إدارة الموارد البشرية كمنهج أو كمنهج متكامل، بيبدأ من تحليل الوظيفة وبينتهي بالجوانب الخاصة بالتأمين على الموظف. تحليل الوظيفة ثم تصميم الوظيفة أحد الوظائف الأساسية التي تبدأ بها إدارة الموارد البشرية. تحليل الوظيفة أي تحليل وتقرير البيانات والمعلومات وثيقة الصلة بالوظيفة، أي المهام التي تتضمنها هذه الوظيفة، المهارات المطلوبة للوظيفة، الواجبات، السلطات، المسؤوليات، القدرات المطلوب توفرها لتحمل مسؤولية أداء الوظيفة بنجاح. فتحليل الوظيفة هو عبارة عن تقسيم أو تحديد الجوانب المختلفة لهذه الوظيفة، بدءا من ما هي الصلاحيات التي يتحملها شاغل هذه الوظيفة، يتحملها هذه الوظيفة، ما هي المسؤوليات، ما هي الأعباء، الأجور، المرتبات، العلاقات بين الوظائف بعضها البعض، التدريب المطلوب، المؤهلات الدراسية المطلوبة، الخبرة المطلوبة، شروط شغل هذه الوظيفة، كل ما تضمن هذه الوظيفة، تحليل كل ما تضمن هذه الوظيفة من أبعاد ومن تصميم الوظيفة بمعنى بناء وتشييد تصميم أنشطة العمل المحددة بالنسبة للفرد أو لمجموعة العمل لتحقيق الأهداف التنظيمية. إن تحليل الوظيفة وتصميم الوظيفة يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا مباشرا. من الناحية العملية، تحليل الوظائف يتم على أساس وجود أنشطة متعددة. على سبيل المثال، تحليل الوظيفة قد يكشف عن أن الطرق الحالية لأداء الوظيفة غير فعالة، وأن المهام التي تضمنها الوظيفة غير ضرورية، وبالتالي هذه المهام غير الضرورية عند تصميم الوظيفة يتم استبعادها والإبقاء فقط على البيانات الضرورية. كان أحد رواد هذا الفكر العالم فريدريك تيلور عندما قسم الوظيفة إلى مجموعة من الأنشطة، أنشطة ضرورية وأنشطة غير ضرورية، وبدأ في استبعاد الأنشطة غير الضرورية والتركيز فقط على الأنشطة الضرورية لإنجاز الأعمال الشخصية. أيضا من المفاهيم أو الوظائف الأساسية لإدارة الموارد البشرية تخطيط الموارد البشرية. بعد عملية تصميم الوظيفة ومعرفة ما هي الأنشطة، ما هي السلطات، ما هي المسؤوليات، بنبدأ في مرحلة التنبؤ أو التخطيط. التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من العمالة سواء بالكم أو بالنوع، العدد المطلوب أو النوعية المطلوبة، الخبرات المطلوبة، الكفاءات المطلوبة. يتم تحديد ما هي الأعداد المطلوبة ومقارنة هذه الأعداد بالأعداد الحالية أو بالكفاءات الحالية المتاحة حتى يتسنى لإدارة المنظمة تحديد
تحديد ما هو مطلوب من الموارد البشرية مستقبلا لأداء الوظائف المطلوبة. بعد تخطيط الموارد البشرية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من العمالة ومن الموارد البشرية تما ونوعا، بتأتي وظيفة الجذب أو الاستقطاب، بمعنى أن الشركة بتسعى لاستقطاب وجذب العمالة المطلوبة لأداء الوظائف داخل هذه المنظمة، أو لأداء أو لشغل الوظائف الصغيرة داخل المنظمة. العمالة الجدد اللي بتستقطبهم الشركة بتستقطبهم من الخارج، أو ممكن أحيانا يتم التعيين من داخل المنظمة من عمالة موسمية أو من عمالة متعاقدة، أو من عمالة يتم ترقيتها لوظيفة من خارج المنظمة. بيتم عمل الإعلانات المختلفة في جهات مختلفة، تحديد المواعيد لهذه العمالة، استقبالها، إعداد الامتحانات والمقابلات الشخصية، تعرفهم بنظام العمل، وفي النهاية تسكنهم في الوظائف المناسبة. تقييم الأداء أحد المهام الأساسية داخل إدارة الموارد البشرية، قياس كفاءة الأداء الحالي ومقارنتها بالأداء المنشود أو الأداء المتوقع بالمعايير المطلوبة بالحكم على القدرات وإمكانات العاملين، اكتشاف مدى تناسب هذه القدرات لشغل الوظائف الأعلى أو مدى حاجتهم للتدريب أو حاجتهم إلى الترقية أو لشغل وظائف أخرى في أماكن أخرى في حالة عدم قدرته على التأقلم مع الوظائف الحالية. أيضا من ضمن هذه العناصر مفهوم أو عملية التدريب. التدريب هي عبارة عن إكساد الفرد المزيد من المهارات والقدرات، بمعنى تنمية قدرات الفرد، تنمية جهود الفرد، زيادة معارف الفرد، زيادة مهارات الفرد، حتى يستطيع أداء الأعمال المطلوبة منه بأفضل شكل ممكن. التدريب له طرق مختلفة ويتم الحديث عنه في حين. تخطيط وتنمية المسار الوظيفي. والمسار الوظيفي هو عبارة عن مجموعة الوظائف المتتالية التي يشغلها الفرد على مدار عمره الوظيفي منذ تاريخه خروج الوظيفة وحتى خروج من هذه الوظيفة. تخطيط وتنمية وتطوير مستوى الموظف. النقل أحد المهام داخل إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشرية، وهي انتقال الموظف من وظيفته إلى وظيفة في نفس المستوى أو في نفس الوحدة التنظيمية أو في قسم إداري في نفس المستوى، أو من وردية إلى وردية أخرى، أو من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، وذلك لتحقيق رغبة الفرد وانسجامه مع طموحاته ومع أهدافه. وده بيفرق عن الترقية، فإن الترقية الفرد بينتقل لوظيفة في مستوى